مرحبا، أنا عدنان. في ناس كتير أكيد مو متذكرتني، وفي ناس أكيد متذكرتني، وفي ناس يمكن أصلا ما بتعرف مين أنا. بس اليوم رح أكون معكم من الصبح لليل مشان تعرفوا أنا كيف صارت حياتي من بعد ستار أكاديمي، وشو بعمل هلأ وشو بشتغل. بس هلأ الساعة 3 الصبح أنا لازم نام، سوح خليها لبكرة الصبح. The game match begins in 4, 3, 2, 1. برج الحمل، رقم حظي 7، قياس اجري 45. هواياتي بلاي ستيشن، ميوزك. اطيب اكله عندي اسمها مكبوس، اكله كويتيه. بحب البيض عيون. شو عم يعمل هذا؟ لا ما عندي تاتو، عندي 2 سكارز اكشلي باجري. طبعا بشجع FC برشلونة. بلبس وقت نام بيجامة، نام طب حسب. هلا أنا صعب نام بسرعة، فالطريقة اللي ممكن نام فيها بضل نايم فيها للصبح. بنام على 3 مخدات، إذا أقل من هيك ما بقدر نام. بغني تحت الدوش. أكتر شي بحبه المونسترز من أنا وصغير. ما عندي فوبيا من الحيوان، لا بالعكس بحب الحيوانات كثير. احيانا بضطر كذب لما يجيني تعليق بشع على السوشيال ميديا بطنش. لو برجع بالوقت لورا ما كنت فتح ستار اكاديمي. ديفيت، خسرنا. هلا وصلنا على الشغل. لما طلعت من البرنامج طبعا مو اول شيء، يعني اول شيء كنت عم فكر فيه انه طبعا بدي كمل بالميوزك فيلد، و this has been my passion يعني من انا وصغير، وكنت كثير حبه هذا الموضوع. بس ما كان هو يعني ما كان مثل ما انا كنت متخيل انه راح يكون. يعني انا كنت متخيل انه الفن شيء كثير حلو، واني حاعمل ماي باند وحنروح نعمل كونسرتس وهي الشغلات كلها. بس ابدا مو هيك الفن. فن يعني مجال كثير صعب وكثير طويل، وفي له شغلات انا بالنسبه لي شخصيا ما بتناسبني يعني. وما كان سهل مثل ما انا كنت متخيل. يعني احنا بستار اكاديمي بنفكر انه احنا بنطلع خلص احنا الستارز اللي ما في مثلنا، واحنا مشهورين والناس كلها مفروض تحبنا بس طبعا بتنصدمي لانه انت بتكوني متوقع شيء، بتطلعي بتكتشفي انه في شيء ثاني مختلف كليا. يعني انت بتكوني طفل اول شيء او ولد صغير بيكون فايت على البرنامج عنده طموح واحلام، بس لما يطلع بيكتشف انه ريل لايف. وهذا البزنس بالذات كثير صعب. يعني اول ما يعني بس تطلعي اول شيء بتنبسطي انه في ناس بتحبك كثير. هذا طبعا احلى شعور، وهذا اتوقع كل الطلاب اللي بيكونوا فايتين على ستار اكاديمي خصوصا مشان هذا الشعور، انه كيف الناس بتعرفك، كيف الناس تحكي معك، كيف الناس بس يشوفوك يكون انه هيك. بس بعدين بتبلشي بتكتشفي بقى انه اوكي هذا اتس نايس فور وايل، بس بعدين لا ما حيكون حلو. وبتصيري بتفكري بقى شو بدك تعملي، وكيف بدك كيف بدك تلاقي عقود انتاج، وكيف بدك بتنصدمي، بتوصلي لمرحله بتحسي حالك انه بعدين خصوصي لما يبلش السيزون اللي بعدك من ستار اكاديمي، انه فور وان فول يير انت كنتي الناس اللي كل الناس بيحبوكي وكل الناس بيحكوا عنك كل الناس. بعدين السنه اللي بعدها بيجوا نيو فيسز نيو ستودنتس، بتلاقي الفانز اللي كانوا عندك صاروا عندهم انه بيحبوكي وبيحبون. بس انه انت شعور ضمنيا هيك بتبلشي بتحسي انه this will fade away with time يعني وما حيضل. فبتوصلي لمرحله بحياتك بتصير بتقولي انه طبعا خصوصي لما يكون واحد فايت صغير بعمر صغير
بوصل لمرحلة بيقول إنه أنا هل أنا فنان وبقدر أعيش مثل العالم، يعني بقدر أعيش مثل الفنانين، ولا أنا لا شخص عادي ولازم أكمل عادي. طبعًا هي كتير صعب إنك تاخذ قرار فيها، لأنه بتصير بتفكري طب أنا الناس كانوا يشوفوني على التلفزيون، ما أقول يشوفوني مثلًا عم بشتغل بالشركة أو مثلًا عم بيع بمحل أواعي أو وات إيفر يعني. وهذا أسوأ بارت، إنه مستحيل يهون عليك إنه لا بس أنا الناس بتعرفني، خصوصا إذا كنت صغيرة وعم تفكري بهاي الطريقة إنه لا أنا ستار، الناس ما بصير تشوفني عم بيع وعم بشتغل وهيك. بس آخر شيء بتوصل لقرار، يا بتعملي هيك بتكملي بالفن وبتضلي عايشة إنه أنا ستار ومع الوقت، يا خلص. أنا بالنسبة إلي وصلت لهي المرحلة، تركت كل الموضوع، سجلت بزنس، عملت انترناشنال بزنس مانجمنت وانترناشنال بزنس ماركتينج، ولقيت حالي شاطر بالموضوع. حبيت الانيميشن، هذا الفيلد كتير حلو لانه كله كرياتيفيتي وكله اختراع، بتعملي يعني اي شيء بدك اياه فيك تعملي اي شيء بدك اياه، يعني فيني احطك تحط واحد على القمر ترجع تنزله على الارض ترجع توديه على مجره تانية وتجيبه، اي تفاصيل بدك اياها فيك تعملها. ضبط معي الموضوع وكنت قدرت اخذ ديز وقدرت اعمل شغلات منيح لحتى فتحت دريمز فاكتوري اللي هي الشركه تبعي. هي يعني هي شركة أنيميشن وأدفرتايزنج بنعمل، لأنه هذا كان ضمن دراستي. وأنا بصراحة كتير مبسوط بهذا المجال. طبعاً أنتوا شفتوني عم بشتغل الساعة 3 الصبح، كنا عم نشتغل على فيديو كليب سعد. فيديو كليب سعد هو واحد from the latest projects اللي عملناهم باسم Dreams Factory بالشركة. والموضوع بلش من تقريبا سنتين، فعرضت عليه الفكرة انه تعال نعمل لك فيديو كليب، انه تكون اول واحد بيعمل انيميشن كفيديو كليب كفكرة 3D انيميشن. هو حب الفكرة، صار يقول لي بس انا لسه ما عندي الغنية اللي هي مناسبة للكليب، يعني او مناسبة ليكون انيميشن 3D، فبس يكون في غنية انا راح احكي معك. وهيك صار الحكي. وعن جد بعد يعني من فترة حكى معي وسام مولا مدير اعمال سعد، و قال لي انه احنا عم نفكر نعمل لسعد عنا غنية حلوة وهيك، بدنا نعمل لها فيديو كليب وبدنا نعمل انيميشن 3D انيميشن. وبعتوا لي الغنية اللي هي مين قدك. مين قدك قاعد تحدك، خرز زرقاء ويغزي العين، شو بتلبق لك على عقلك، خولي وانقصة متنصين. سمعتها حبيت الغنية كتير حلوة، وغنية عرس وما عرس ورقص وهيك. عملنا ستوري بورد، عرضناها على سعد وعلى وسام، حبوا الفكره. يلا نبارك الورد على صدر نشكله، واخيرا حظه ضحك له مبروك. كان عندي اول مشكله واجهتها بالفيديو كليب هو كيف بدنا نعمل الكاركتر بيشبه سعد كتير، خصوصي انه سعد ما له موجود، سعد بلد تاني وانا هون. يعني لو سعد كان عندي كان فيني انا اخده صوره على كروما، اقدر اخذ نفس الصور حطهم على الجهاز ومنبني عليهم. بس سعد كان بيروت وانا كنت بالاردن، وهي البنت اللي مع سعد بالفيديو كليب، سعد اللي اختار كل شيء، شكلها، عيونها، تمها، كيف يكون الشامات، يعني ابصر مش هو في حدا ببالي يعني. وبلشنا نعمل موديلينج للكاركترز، عملنا موديل. طبعا عندنا كان 3 مين كاركترز اللي هن سعد والعروس والرجل الشرير اللي هو بيطلع مع اللي هو احقر شخصية بالعالم، احنا هيك كنا مسميه يعني حتى بالشغل، انه بدنا نعمل احقر شخصية موجودة على وجه الارض ونحطها مع سعد. بس سعد كان جريء وعملها it was good، يعني كان مبسوط فيه يعني. حتى لما خلص الكليب وهيك وحكى معي وكان طاير عقله، عن جد شكرني يعني. اول مره بيحكي معي باحترام، ساعات اتصل فيني انه عدنان عن جد انا بس متصل لاقول لك انه كثير الكليب حلو والفيدباك كثير حلو، وعن جد عملنا شيء حلو هيك من هالحكي. ات واز جود يعني، بالنسبه لي انبسطت. انا انبسطت على كثير شغلات. اول شغله انبسطت عليها انه سعد اللي عم يعمل الكليب، وسعد كان اقرب واحد لي بستار، لما كنا بستار اكاديمي. وعلى مدى كل هالسنين انا يعني تقريبا قطعت علاقتي مع اغلب الطلاب اللي كانوا معي، في ناس بنحكي معهم كل سنه وسنتين، بس سعد هو دائما بيحكي معي، يعني دائما كل فتره وفتره بيحكي معه، اكثر واحد بشوفه فيهم، لانه يعني مثلا كل ما اكون بيروت لازم اشوف سعد. فكثير كنت مبسوط انه هذا الشيء انا اللي عم بعمله لسعد. ثاني شيء كنت مبسوط انه هذا اول 3D
animated video clip يعني in the Middle East. كان هذا الشيء كتير حلو بالنسبة لي ولا Dreams Factory إنه إحنا أول شركة قدرنا نعمل هذا الشيء. لك مين قدك قاعدة تحدك خرز زرقاء ويغزي العين، شو بتلبق لك على عقلك فولة وانقصمت نصين. هنشوف جوجو شو عامل اليوم، شو طابخت لنا. طبعا جوجو هو اسم دلع حماتي، بس احنا ما بنادي لها، يعني ما بنادي لها لحماتي ولا جوجو دائما. هلو جوجو. اهلا، كيفك حبيبتي؟ هلا هلا عدوني. هلا حبيبي كيفك؟ تمام. جوجو شو طابخت لنا اليوم؟ اليوم طابخت لك كبسه وجاج بالطحن. يا سلام. وشي زاكي كمان. يا سلام. عدوني انت شو بتفكري حبيب حبيبتي يا ام جوج؟ طب يلا هي انا قادم الى الغداء. اوكي ماشي حبيبتي، يلا باي باي باي. يلا نروح ناكل اكيد، يعني انا جعت صراحه. ليتس جو. هلا وصلنا على بيت حماية، هلا حعرفكم عليهم وعرفكم على خطيبتي. تفضلوا. اهلا يا عزوز. مرحبا. هلا. كيف؟ اهلا وسهلا. تفضلوا. هلا هلا. حماتي. أهلا. عمي. تفضلوا. هاي الهارت. هاي خطيبتي. سوسو سوار. هاي إيثار. هزار. طبعا علاقتي مع بيت حماية كثير قوية، يعني من أول ما تعرفت عليهم أنا كنت صراحة خايف من هذا الموضوع، لأنه شيء صعب إنك تروحي على نيو فاميلي، وسبيشلي انك مثلا صار لك فتره طويله انت وعيلتك مثلا بعاد عن بعض بسبب ظروف معينه. الطريقه اللي عاملوني فيها كانت يعني احتضنوني، يعني حسيت حالي انه اي بيلونج، يعني طريقه من كلهم، يعني من الصغير للكبير. والله يعني عدنان انا بكوني انه فيش عندي الا اربع بنات، فهو كان بمثابه الابن الكبير إلي. فأكيد هو لما يكون شاب بين أربع بنات بده يتغنج، بده يدلع، والكل بيحبه. هو كمان يعني إنسان محترم ومعاملته كتير هيك، بتعامل معهم بثقافة حلوة. إحنا بحكم إنه تقريبا أهله مش هون، يعني من غير شر عنهم، فإحنا تقريبا صرنا الأهل يعني بالنسبة له. فهو إحنا عشنا يعني عيلة واحدة. طبعا منخاف عليه كثير، هو كمان بخاف على البنات، يعني بتحمل مسؤولية البنات. أهلي إذا بك يعني كتير بارت كبير بحياتي، وبشتقلهم كتير، وهيك بحكي معهم يوميا. بس هاي الفترة كلها اللي أنا عشتها بعيد، يعني أتوقع لو ما كانوا موجودين بيت حماية كانت حتكون أصعب بكتير علي. أختها للسوار، وعدنان شخص رائع، وما يعني ما بعتبره بس خطيبها، بالعكس هو صديقنا وأخونا وكل شيء. وأنا ما عندي إخوان أبداً، بس هو جد يعني كامل ما شاء الله، والكمال لله من كل النواحي. شخصيته بتجنن، ما يعني ما في أي إشي، ما يعني يمكن لو عندي أخو ما بيكون منيح قده. كتير محبوب، يعني حتى بمعارفنا وبقرايبنا كتير الناس بيحبوه، وإحنا كتير بنحبه. هو يعني إحنا أربع بنات ومعنا أخ، هو كان بالنسبة لنا الأخ، وكان كتير حريص علينا، وإحنا كتير بنحبه. يعني هي علاقة يمكن أكبر من صداقة بكتير، يعني صارت أخوة، يعني خصوصاً إحنا أربع بنات، يعني ويعني ماما وبابا ما إجاهم ولا شاب لهلأ، فهلأ إنه كيف إنه شاب إجاهم بعد أربع بنات. حتى يعني أوقات إنه مام تحكي لنا إنه صار أغلى منا عليهم، يعني فهيك.
عرفنا على بعض سوشيال نتورك فيسبوك. كنت بحكي على الفيسبوك كثير مع يعني مع ناس بعرفهم وفانز وقصص وهيك، فعملوا لي اد من زمان يعني من اول هذا، وانا يعني ما كنت بعرفهم. سو اول شيء عملت لي اد، يعني اثنين عملوا لي اد، هي وإثار. فحكت معي إثار اول، قالت لي انه هاي عدنان احنا بنحبك كنا نتابعك بسار اكاديمي وهيك. قلت لها شكرا حبيبتي. فقالت لي ما تقلي حبيبتي. قلت لها انا بقول لك حبيبتي مو لانك حبيبتي، بقول لك حبيبتي من باب الذوق. قالت لي لا احنا ما بنحب حدا يقول حبيبتي وهيك. فالمهم تخانقنا انا وإثار ومعادي. ثاني يوم فاتت سوار، قالت لي هاي وكيفك احنا بنحبك. انا ما كنت بعرف انه هن ديفرنت سيسترز، يعني ما بعرف انه هن، يعني عم يطلع لي سنجلاوي، سنجل اسم العيله يعني ما عم يطلع لي. صار رديت عادي، بدي اعمل نفسي يعني بشوف شيء، يعني فكرت انه نفس شيء بس هيك انا بدي اتعامل يعني مثل امبارح. فقلت لها شكرا حبيبتي اصلا. قالت لي بليز ما تقلي حبيبتي. قلت لها نفس الشيء، قلت لها انا ما بقول لك حبيبتي لانك حبيبتي، بقول لك حبيبتي لانه من باب الذوق. قالت لي انت كثير مزوق، بس احنا عنا ما حدا بيقول حبيبتي هيك يعني. بلشت احكي معها. فكانت كان في هيك يعني شدتني بطريقه غريبه، يعني ما انه اي حدا بيكون بفوت على ستار اكاديمي او يمكن اي برنامج، وسبيشالي ستار اكاديمي لانه عنده فان بيز كثير كبيره، فبصير الناس يعملوا له اد كثير وبصير بيحكوا معه كثير. فبس هي بالذات كثير يعني علقني الموضوع، حبيت مين هاي البنت اللي يعني كثير بريئه، كثير ما عندها برا هذا الجو كله اللي انا عم شوفه كنت عم عيشه يعني. واجيت على الاردن وصرت احكي، صرت سال عليها قال بدي اشوفك وهيك. طبعا هي قلت لي لا وما لا ومدري شو مدري شو. تعرفت على امها، عملت اد لحماتي على الفيسبوك وحكيت معها وهيك، صرنا نحكي عادي وهيك. فعزموني لعندهم انه اجي اتعرف عليهم وهيك. يعني من اول يوم رحت لعندهم تعرفت عليهم على the whole family. حسيت يعني حسيت This is a place where I belong يعني بصراحة. وبعدين بلشت تقوى علاقتي فيهم حد شخص، وأنا وسوار خصوصا يعني بلشت تقوى علاقتنا وهيك. وبعدين قلت لهم بدنا إياها للبنت. This is how we met. تبدأ أجاوب. بغير عليه كتير طبعا يعني، بس بزمان يعني كان أكتر، بس هلأ يعني صار في ثقة يعني خطبة وهيك. ف إن شاء الله بدي أتزوج، بدي أسافر. أكيد يكون صعب عليها يعني، خصوصا سوار، لأنه سوار ما عاشت يعني ما طلعت برا الأردن قبل هالمرة، وأصلا ما عاشت بعيد عن أهلها يعني بهالطريقة. سو يعني I believe إنه أنا لازم أكون كتير مسؤول عن هذا الموضوع، لازم كتير أقدر أوفر لها شيء ما يحسسها إنه هي كتير بعيدة. بالنسبة لموضوع إنه أنا يعني بالمستقبل رح أروح مع عدنان على بلد غريب ورح أترك أهلي، أكيد إنه هذا شعور كتير صعب. بس بصراحة يعني في نية إنه يعني إنه ننتقل كلنا يعني بالمستقبل مع بعض، وإنه يعني ما في نية كاملة إنه نبعد كلنا. لا أكيد إنه رح نجتمع عن قريب، وأكيد يعني هو شعور كتير صعب ويخوف، بس إنه إن شاء الله خير. تصور إن آخر مرة رح تندهلي ورد علي، وآخر مرة تلمح وشي عم بيزهر لعينيك. وين مسافر اوعى تسافر، اخر مرة بقلك عيك. وين مسافر اوعى تسافر، اخر مرة بقلك عيك. حلقتنا خلصت اليوم،
وبتمنى تكون عجبتكم، عرفتوا كيف أنا عايش حياتي بعد ستار أكاديمي. ولتتابعوا أخباري والشغل تبعنا وكل شيء عم نعمله، فيكم تتابعوني على السوشيال نتورك. ولازم تتذكروا هالاسم عدنان القاري دريمز فاكتوري، حتسمعوا أخبار كتير كبيرة سون إن شاء الله. وهلأ إحنا صارنا نودعكم، نرمي الكاميرا. باي باي. هيك مقررين فرصور وينه؟ اسري.